غموض وما ورائيات وكوارث لهذه الدول في 2024. أخطر توقعات ميشال حايك الليلة على قناة الأبيض. مرحبا بكم متابعينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من حلقات قناة الأبيض. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. فلسطين، الجدران الفاصلة بين إسرائيل وفلسطين إلى ازدياد وواحد منها سينهار. الرئيس محمود عباس يرمي وثائق مهمة بوجه مسؤولين إسرائيليين كبار من بينهم جنرالات. دمار غزة الأخير سيشكل لعنة المجتمع على إسرائيل. حديث غير اعتيادي في محيط قبر السيد المسيح وكنيسة القيامة. سوريا، مرحلة استدراج عروض عربية وعالمية لاختيار العرض الذي يستوفي دفتر شروط الحل السوري. يطلق الأسد قنبلة هي من المواقف وقرارات تغييرية على مستوى حزب البعث والحكومة والصلاحيات. يصافح الأسد شخصيات من المعارضة من بينها شخصية مسيحية ستلعب دورا بارزا. أحاديث عن استقبال للرئيس الأسد في موسكو وطهران ودولة عربية، وتخطيط لما يشبه الطائف أو الدوحة ولكن أسدي هذه المرة. تتوجه الأنظار إلى البوارج الروسية في ميناء طرطوس. سيرضى النظام السوري عن مجموعة من مثقفي المعارضة في الداخل والخارج ودعوات إلى عقد مؤتمرات وحوارات. أحرير كثيف للمعتقلين من مثقفون ونساء وطلاب. الرد على إسرائيل لن يكون هذه المرة كلام في الإعلام. السعودية، يتبين أن رؤية الملك عبد الله بن عبد العزيز كانت صائبة، وبمفكرته عامل حساب كبير لكل شيء لتبقى المملكة مملكة أيا كان الملك، والضمير المرتاح يجعل من الرحيل أمرا عاديا. يتحول مهرجان الجنادرية مستقبلا إلى كرنفال يشاهده عرب وأجانب. المرأة السعودية تتألق في أكثر من اتجاه، وسنراها في الأجهزة الأمنية ومن بينها الحرس الوطني. أمر سعودي يمنع إحدى الطائرات من الهبوط بالمملكة. خروقات داعشية وإرهابية لأمن المملكة، وستكون هذه الأزمة بمثابة اختبار للقوى الأمنية السعودية في أكثر من موقع حدودي وداخلي. والملفت أن وزارة الداخلية ستخرج إلى العلن جميع المعلومات وتعلم الناس بما يحصل. قطر، ظهور إعلامي للأمير حمد بن خليفة والأميرة موزة في الصورة. هذه الصورة تستوقف المشاهدين. علامات استفهام كبيرة سترتسم حول طائرة قطرية. السينما العالمية في مهرجان كان وقطر. عمان، أكثر من وريث سيتنافسون على السلطة بعد السلطان الحالي هيثم بن طارق. الإمارات ستقود مصالحات عربية وإقليمية. نمو ضخم في جميع المجالات حتى في الهندسة الجمالية ستجعل من أبي ظبي أجمل الإمارات في الدولة. لن تتهاون الإمارات مع التنظيم السري للإخوان وغيرهم من الإرهابيين الذين سينكشف مخططهم بعد إحدى العمليات. يضطر ضاحي الخلفان نائب رئيس الشرطة لمضاعفة أمنه الشخصي وزيادة عدد الأطباء حوله بوضع صحي طارئ. تونس، قيس سعيد وبعض أتباعه وأفراد عائلته نراهم في وضع صحي خطير، وسيتواجدون في عيادة هانيبال الدولية. الأردن، أكفيريون كبار بالقبضة الأردنية. اسم الحسين يثير الجدل من جديد. اليمن، رد اعتبار الجيش اليمني سيكون مكلفا على وزير الدفاع الذي سيسرق الأنظار، ومخطط يهدد حياة الحوثي. البحرين، يشهد أحد السجون البحرينية حالة غريبة في داخله وعملية أمنية في خارجه ومحيطه. وزير الخارجية يبلبل الشارع في أحد تصريحاته وأهل الحكم. ولي العهد البحريني في الواجهة العريضة
يحل أزمة تنشأ عن عملية خطف وحجز وحرية ومحاكمة. ليبيا، أحد القادة يذهب لبعيد ليتفاجأ بعملية معينة كبيرة لوضع حد لتقدمه. منظمة فجر ليبيا إلى هروب باهظ الثمن، خطة لفتح ثغرة ولتغيير معادلة داخل سجن يضم أحد أفراد عائلة القذافي. الجزائر، شخصية عربية ودولية في مطار الجزائر وتأجيش الجزائر متأهب، والرئيس عبد المجيد لن يشهد على عملية تغيير في البلاد. المغرب، إنتاج فني مغربي ضخم يحصد جوائز ومعجبين من كل العالم. يتأثر المغرب لكنه يصمد أمام اهتزاز أرضي ومد مائي. الكويت، عدوى التغيير من قطر إلى الكويت بسيناريو مختلف. الأعلام الكويتية لن ترفرف لأيام عدة. العراق، الداعشية العراقية ستعتمد أسلوب القرصنة على أنواعها وستنجح جوا وبحرا حتى في وسائل التواصل. مؤتمرات على أعلى المستويات يشترك فيها ممثلون عن داعش. مسعود البرزاني يكون رجل التوازنات في المرحلة المقبلة مع تزايد الخطر عليه. إسرائيل، تتوسع المعارضة الإسرائيلية وتطلق مقولة السلام مع الفلسطينيين غير مستحيل. سائل تحت المسجد الأقصى يهدد سلامته. الطبيعة ستلعب دورا مهما في تقريب الغرب والعرب من إسرائيل والعكس. سترضخ إسرائيل لتوصيات القمة العربية التي تم عقدها في بيروت. يبرز اسم الأفعى في العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة عالميا. لندن، دموع داخل القصر البريطاني، وتحصل الاستخبارات الإنجليزية على معلومات تفيد عن مخطط إرهابي لضرب معالم مهمة تشبه عملية توين تاورز الأمريكية. أمريكا، إحدى ليالي لاس فيغاس لن تكون سياحية. أحد الجسور الضخمة في نيويورك سيكون محط أنظار ومسار جدل واسع. مبنى إمباير ستيت بيلدينغ سيكون هدفا محسوما. يتوقف بايدن عن إلقاء أحد الخطابات فجأة. عمدة نيويورك مطارد والمخارج محدودة والضغط من كل مكان. إيران، وتنتج إيران فيلما وهميا عن ضربها لإسرائيل وتل أبيب ولحام الطائرات أمريكية. تعلن إيران عن التقاط شيء لا علاقة له بالمخلوقات الغريبة والصحون الطائرة. تحرك تركي باتجاه حلحلة الأزمة مع أرمينيا تهز في المحافل الدولية. القصر الرئاسي الجديد يرسم الفضائح والقصص الغريبة. روسيا، يفتح بوتون حقيبته المليئة بحلول لتقديم حل لسوريا وآخر لأوكرانيا. فرنسا، حملة دينية لتطويق فضائح كبرى، وتنشغل بلدية باريس بلملمة الجراح الناجمة عن التخريب والحرائق، ولا فضيحة عاطفية جديدة في فريق عمل الرئيس ماكرون. ألمانيا، سؤال كبير، من سيحكم بعد شتاينماير؟ إيطاليا، إيطاليا على موعد مع مظاهرات تغييرية كبيرة. كندا، الخلايا الإرهابية لن ترحم كندا وهدفها الأول أحد الأبراج. أستراليا، كلام حول مخلوقات غريبة وعلماء فضاء على أرضها وفي الجو. شخصية عالمية بارزة ستطلب اللجوء إلى أستراليا. يساهم بابا روما في حل أزمات عالمية فيما العرش البابوي على طريق الأزمة. حلف الناتو يدخل في حسابات ضائعة ويدفع من يلعب معه إلى خطأ يؤدي إلى مشاكل وخلط أوراق فيها مشاكل كبيرة. رهينة مختفية هذه المرة ستكون أحد الكرادلة، حدث يجعل علماء الفضاء ينشغلون بغير الكواكب والمجرات إنما بجميع الأمور الغريبة والماورائيات. إلى هنا متابعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.